مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. هاي، كيفك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ Good. وين رايحة؟ نعم؟ وين رايحة؟ ماني رايحة على مكان، بالبيت، محجورة. بالبيت؟ شو الأخبار؟ وين قاعدة أنت؟ بأي بلد؟ والله أنا عايشة بألمانيا، بس هلأ حالياً بالأردن، وصارت موضوع الكورونا وما قدرت أرجع. أنت بألمانيا؟ وين بألمانيا؟ أنا أختي بألمانيا. أنا ساكنة جنب ميونخ. انا جيت اكثر حفله انت عملتها بالمانيا. لك يا حبيبه قلبي، بتفهمي انت؟ بتفهمي هذا؟ قال لك انه انت بتفهمي، مبين بتفهمي، لازم تجي اكثر من حفله. اكيد طبعا، ليش في احلى من حفلاتك؟ انت من سوريا؟ ايه انت من سوريا. انا من صحنايا، ماما من صحنايا وبابا من السويدة. انت من حدنا، انا ساكن بجديدة عرطوز، حدنا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. حبيبي كاتبيت لي انا بغني؟ صحيح. يلا يلا تفضلي. غني، بدك غنيه من اغانيك ولا غنيه هيك بشكل عام؟ غني لي لأصيل هميم. لأصيل هميم، شكرا. المفروض اعوفك من زمان، كون من ذاك الوقت من علي تغيرت، ليش منك ما تبت؟ بس يلا من فات الأوان، تابهان كل شبان، الوعدني بوعد خان، الوعدني بوعد خان، انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت. غلطة عمري سامحتك، هاي غلط عديت، انا ضحيت والحبيت والوافيت لك واهتميت، شو سويت ما تقدر، كل شي وياك سويت، كل شي وياك سويت، بس يلا بعدنا ليها هاي العشرة خليها، حياتي من تطلعك منها لا تصدق رأيتك فيها. الله الله يا بسام، يا حلو يا بسام، حلوة بكل شيء يا بسام. الله يوفقك يا حبيبي. خبرينا خبرينا شو بتعملي هلا؟ انت قلتي لي بالاردن. ايه والله بالاردن. ساكنه، قلتي لي انت ساكنه بالمانيا وقاعده هلا بالاردن، ليه قاعده بالاردن؟ جيت هون لحتى اسجل اغاني جديده. اعطيني 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 يا بنو. ايه تسجلي اغاني؟ انت بتغني؟ سوري انا اعذريني، انا اسف انا اسف، انا انت كاتبه لي انا بغني، بس انا فكرت انه انت حابه تغني او بدك تغني. لا انا بغني وعندي قناعه. انا بعرفك، لحظه مشان ما بين سائل، وانا انا بعرفك انت بسام اللي بتغني. ايه صح. جايز ما حدا يسب علي اذا بسام عارفيني. هلا لك هلا جد مشان نتعرف على بعض ونكون، انت حدا هلا بشق طريقه ولا طالعه بشي برنامج جوات ولا؟ انا اسف، انا كثير اسف قبل. اول شيء هذا اوليف، سلام عليكم. لا انا صراحه لحالي يعني، ومن كم يوم كنت طالعه مقابله ببرنامج سهرانين معكم بالبيت مع سيرين عبد النور على الام بي سي، وبعمل مقاطع على اليوتيوب وبعمل اغاني على اليوتيوب والحمد لله. بيسان، وانا عم اقول انه انت بيسان. سوري يا بيسان، بيسان معروفه، بيسان اكيد. انا اسف يا الرب، انا ليك صرت ماي، صرت ماي، صرت ماي. لا ليش؟ روح روح روح. ايه يا بسام، عم تسجلي غنيه هلا مع مين عم تشتغلي؟ خبرينا. هلا
أنا مع شركة وعم غني أغاني، عم مع سجل مين عم أغاني مين خاصة الشركة؟ فيني، شركة حيدر جيتارة. حيدر جيتارة حيدر جيتارة. عم تشتغلي من ملحنين وكتاب وشعراء تمام. هلا انا عم يعني اللي عم يكتب لي اغاني الشاعر محمد يعني الجبوري. بيسان قال لك شغلة بعد كل شيء صار اليوم. انت كنت عم تحضريني قبل؟ شفتي ولا طبعا لا فتي؟ يعني فتنا بالحيط باللايف بكل شيء. جيتي انت ليش؟ خبطتيني اخر شيء، صرت مي انا هلا. ليش؟ حياة الرب صرت مي انا، اسف. لا علي عادي ليك ما لك شغله، تخبر. انا شوي صار لي فتره بعيد كليا عن كل شيء. ما شاء الله، ايه هوي والله ما شاء الله على صوتك والله الله العظيم. يسلمك. وبنت هيك اموره حلوه ومن عنا من البلد وقريبه علي بجديده من سحنايا، يعني الله يوفقك الله الله يسلمك. يوفقك. اهلك معك بيشان؟ شو عندك اخوه؟ ايه ماما واخي معي. سلمين لي عليهم كتير وبوسي لي الله اياهم، يسلمك يا رب. هي وانا ماما كمان بعتذر، انا سلمت عليك. بعتذر الله منك قدام يسلمك. كل الناس حبيبتي. انا الله اسف. يسلمك. الله يسلمك، احلى فنان بالدنيا. الله انا يخليك رحت يا على مدام، فكرة وقت انت رجعت من ستار اكاديمي، انا رحت على جديد وشفتك وقت الله استقبلتك يخليك يا حبيبتي. جديد. والله بنتك خلتني عرقت هلا لانه قالوا لي. انا اسف والله، انا اسف لاخر مره. أصلاً لا بيسان عادي محمد والله غني ولا معه. يهمك يا حبيبتي. ان شاء الله وينك تصيري انت تغربتي. انا اسف يعني، انا مش هي مش كبرى لا والله، بس ان شاء الله هيك الله يعلي مراتبك اعلى واعلى واعلى الله واعلى، يسلمك. وتصيري هيك تنسي تعرفي الناس، بس هيك ضلي على الارض. بس انا جدا اسف، انا اسف. لا عادي والله ولا يهمك. خبرينا نرجع هيك نطلع من الموضوع. 60,000 جايز، 61,000 ليكي هيك منيح هذا. شو عم يصير؟ انا مي صرت. اوكي بيسان، خبريني كنت عم تقولي لي مع مين عم تتعاملي من كتاب وشعر؟ انا اسف. قلت لك الشاعر محمد الجبوري هو اللي بيكتب لي اغاني العراقيه، يعني اغلب اغانيه بتكون نسلم عليه استاذ محمد. عراقيه. طبعا تحيه له. وكمان عم اعمل يعني اغاني من اكثر من لهجه، يعني مش بس عراقي، كمان عندي غنيه سوريه قريبا ومصريه وهيك، يعني سوريا. عم حاول انوع. مغربيه كمان نزلت نعم امبارح مغربيه يلا شو هلا فايت بعد اللايف فايت. اسمها شو اسمها دخيل الاغنيه؟ البيت. تشرف بهذا الشيء. شو اسمها؟ اسمه مالو. مالو 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 مالو. مالو. بالتوفيق يا بيسان، انا ببوسك وبسلم على دخيل الوالده البيت. وعلى تسلم. اخوكي، وان شاء الله يا رب هيك بنلتقي بنشوفك اكيد خير تشرف ومنه بهذا للاعلى، الشيء. تسلم وبنعتذر من البيت. كل حبايبك. باي باي. اختم غنية لكان. يلا غني غني غني. سمعينا ماله ماله، سمعينا يا مالو. بنت لنشوف والله انا هيك. صراحة كنت حابة اغني غنية من اغانيك حتى طب غني من تتذكر اغنية، اغاني. يلا غني من اغنية، غني اللي بدك. لا حابة اغني تكي احلى منها. تكي رخي وقلبي دخيلك يا ربي، وشو حلو عينيها بحكي بتنسيني همي، وعم وعم تمشي تمشي الدمة بدمي. ورح موت عليها. تكي ايه رح يوقف قلبي دخيلك يا ربي، شو حلو عينيها بحكي بتنسيني همي، وعم وعم تمشي تمشي بدمة بدمي. ورح موت عليها. بحب ايه بغار عليها بجن بدوب، قلبي ملكة باسمها مكتوب. وقفت هالدنيا الدنيا عندي عندي تكفيني هي وحدها، حب حب اللي بقلبي اللي بسه بده خمس تمس. قلوب. تكي رح يوقف قلبي. الله يا بيسان، الله عليك يا بيسان. دخيل قلبك. خاطرك يا حبيبتي، سلم عليك وأهلك. باي تسلم باي لك ذوق، وكثير تشرفت فيكم، انبسطت اليوم يا ومنورين حبيبتي. جميعا كلياتكم. ضلي وان شاء بخير. الله يا رب يكون عجبك صوتي، وان شاء الله شكرا، اكيد لازم نلتقي. بتجنن. أنا بدي يعجبني صوتك، بتجنن. دخيل الله قلبك. يوفقك يا حبيبي. باي باي لك باي ذوق. باي باي. باي باي باي.
عرقنا مع بيسان. 60,000 اللي يضربوا فيك تقول ما بعرف من وين بتوجع. انت ما تعرف من وين بتتوجع؟ والله لا بس خلص هلا.